من الجزائر محمد علي جويد من الجزائر، وهذا تابعوه العداء هذايا رقم 121، وانطلق السباق فعلا. ونلقوا عبد الرزاق كيري من جيبوتي، اذا وحسين محسن الفارسي من عمان، وعبد الله محمد اليعري من اليمن، وسي حمادي بجنبي قال لي مرتبه اولى لكويت، وهيثم الشنيفة مرتبة ثانية، ومحمد بوتهايري مرتبة ثالثة. هكا قلت هذي باش نقيدو عليك سي حمادي وتابعوا السباق. هو السباق هذا معروف معناها جدا، محمد علي جواند هو يملك أفضل رقم فيهم. محمد علي جواند معامل عليه دولة الجزائر، أنه شاب ممتاز، كان فيس شامبيون دو موند جونيور، يعني عنده مؤهلات وطنيه ممتازه. المغربي كذلك ممتاز، الجزائري ثاني ممتاز. اللي بس تحصل بين الجزائر والمغرب، جيبوتي اللاعب الجيبوتي زاد عنده معنا رقم ممتاز، لكن اللي نعرفوه على محمد علي جواند انه لاعب سريع جدا، وهو تو قاعد يتقرب للمركز الاول. الكوكبه الاولى هذه سي قاعد يتسارع هو واللاعبين الجيبوتيين. فعلا نلقاو ابراهيم جمع وحسين كيري من جيبوتي، لكن هنا فما انطلاق. الراوف الجزائري الثاني قاعد ياخذ زاده وقاعد ياخذ المركز الثاني كما قلنا. اذا شنيفت وكواند قاعدين يخرجوا. إذن داخل المغربي مزيد، داخل المغربي معناها يقعدوا يتزاركوا على المراكز الأول والثاني. إذن حوار جزائري جزائري هناك بالشهدو. اللاعب زاد هذا اللي يجري مع شديد ممتاز اللاعب هذا. والخط الوصول ألف مبروك. إذن يعطيك الصحة سي حمادي صاحب المرتبة الأولى محمد علي جواند، إذا والمرتبة الثانية هو الجزائري، كذلك سيطرة جزائرية في هذا السباق. إذا المرتبة الثانية نلقاو هيثم شنيتف من الجزائر، والمرتبة الثالثة ظلي خلينا نعاودوا تو نثبت. إذا هذا جزائر مرتبة أولى مرتبة ثانية ألف مبروك.